أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حماية الجلد في فصل الشتاء: أولا، عدم الإسراف في استعمال المنظفات الصناعية ولبس الجوانتيات المطاطية أثناء استعمال المنظفات القوية. اثنين، تجفيف الجلد كويس جدا بعد الاستعمال سواء الاستحمام أو غسيل اليدين، لأن لو الجلد تركناه مبلول بيكون عرضة لنمو البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات، وده ممكن تعمل التهابات جلدية. وترك الجلد مبلول لفترات طويلة ممكن يصيبه بالجفاف والتشققات. التقليل من استعمال الماء السخن أوي واستبداله بماء فاتر. تقصير مدة الاستحمام بحيث ما تزيدش عن 10 دقائق. استعمال مرطبات الجلد الطبيعية مثل زيت البرافين أو الفازلين أو زيت الزيتون بعد استعمال الماء. الإكثار من أكل الفواكه والخضروات الطازجة، لأن دي بتحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة جدا لحماية الجلد. شكرا لكم وإلى اللقاء.